هادي زوينه هادي. قال لك شي مراه مسكينه بغات تهلا في راجلها وقالت له راجلي شنو نصوب لك؟ نصوب لك مسمن ولا بعرير؟ قال لي ها العرله ما تصوبي غير فمك وعاد نشوفوا الحداقه فين وصلت. هادي يا سيدي واحد المراه كبيره في السن عجوزه وكنا غنكبروا. المهم خيروها قالوا لها لامي ما واش تمشي للحج ولا تزوجي؟ قالت لهم والله يا وليداتي ما عرفش علاش كنحس بان هاد مكه بعيده واصلا هاد السنه غيكون الزحام والمهم سكم راه ما قد على زحام. المهم الخبار في راسكم. حتى هادي زوينه هادي. قال لك يا سيدي واحد المغربي دخل لواحد المطعم في باريس. ايوا جا عندو الكارسون ويسولو قال له واش عندكم الدجاج؟ قال له عندنا نعم سيدي. قال له واش حلال؟ قال له حلال نعم سيدي. قال له مذبوح بطريقه اسلاميه وشرفه عليها هيئه شرعيه؟ قال له متاكد نعم سيدي وكون هاني بحال اللي ذبحتيه في دارك. ايوا قال له الله يرحم لك الوالدين وجيب لي شي دجاجه مشويه وشي خمسه ديال البيرات. هذا واحد همك الله مات ليه بواه ايوا بدا تيبكي 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 واحد شويه هما يصونيو عليه في التليفون هو يجاوب تيهضر في التليفون من سال المكالمه بدا تيبكي كثار من اللي كان في الاول وما يتعجبوا داك الناس وسولوه قالوا له ياك لاباس شنو وقع عاوتاني؟ قال لهم غير سكتوا المصائب مي كتجي كتجي في دقه ماشي راه اختي الكبيره حتى هي راه مات ليها باه. هذه واحد المراه سولت راجلها مقراد قالت له راجلي العزيز الا مشى تولاو معاك الفلوس بزاف واش غادي تتغير؟ قال لي هلا بالعمى ولكن انت يا غادي تتغير. هذه لكم انا الزويني. قبل ما تكملوا اخوتي العزيز الفيديو ما تنساوناش بجيم ولا عجبك الفيديو بطبيعه الحال بارطاجيه مع الخوت خلينا شي كومونتير زوين بحالك فضلا وليس امرا فقط. تحياتي لكم. هذا شي واحد قال له باه با راني بغيت نتزوج وندير العرس. قال له وليدي ما تقولش العرس قول الفرح. ايوا دار الفرح وداز واحد الشهر هو يجي عند با تيشكي عليه قال له با راه امي واختي دابزوا ليا مع مراتي. قال له وليدي ودابا عاد بدا العرس. وحده سولت واحد على التواصل الاجتماعي قالت له اشنو كدير في حياتك؟ قال ليها كندير كثر من جهدي باش نبقى بعقلي وفي اوقات الفراغ كندير تليفوني تشارجا ويا تبلوكيه مسخوطات الوالدين.